ده عندنا مين بقى؟ proper nouns. خدنا ال common nouns. ال common nouns دي ايه بقى؟ ايه ال common nouns دي؟ words for people و animals و places و things. like مثلا marker, cupboard, yeah, oven, kitchen, pan, teacher, firefighter, صح؟ doctor. يبقى دول common nouns ولا proper common؟ yeah. if your doctor is Muhammad, فمحمد is a proper noun. يعني ايه proper noun؟ يعني النيم بتاع الدكتور والنيم بتاع المهندس والنيم بتاع ماما والنيم بتاع بابا، اسم بابا واسم ماما واسم الدكتور واسم المهندس، كل ده بقول عليه proper ايه؟ noun. فاول حاجه في proper nouns هي names of special people like يلا can you read مير فت علي وفاء مريم سهى. يبقى this girl is سهى، this boy is ايه؟ علي. علي. يبقى دي proper nouns. كده احنا start بي 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 start ال proper nouns بكابيتال ولا بسمول letters؟ بكابيتال. في اي مكان نحط ال proper noun نبدا بحرف ايه؟ كابيتال. حرف ايه؟ كابيتال. تاني نوع من ال proper nouns هي مين بقى؟ names of special places. like مين؟ Egypt is your country, صح ولا لا؟ صح. Where are you from? I'm from Egypt. Okay, Egypt دي فيها كايرو وفيها الجيزة، صح؟ cities وتاونز كتير، صح؟ like كايرو وجيزة. يبقى الإيجيبت وكايرو وجيزة دول هنقول عليهم ايه؟ names of places. names of places. yeah. ايه كمان؟ تالت حاجة هي names of special things like ايه بقى؟ days of the week و months of the year. يعني ايه days of the week؟ like Saturday و Sunday وهنقراهم دلوقتي. طيب ال months of the year اللي هي شهور السنة January, February, March, April, May, June, July, August. هنقراهم دلوقتي. الفيستيفالز بقى زي ايه بقى؟ زي الكريسماس وزي عيد الفطر وزي عيد الأضحى، دي اسمها أعياد. الفيستيفالز والإيفنتس الإيفنتس المهمة زي مثلا المذر داي. مش انتي قايله لي ان انا سيف ماني وبحوش عشان اجيب لك ايه؟ جيفت. هتجيبي لي ايه؟ جيفت. انا هتجيبي لي ايه بقى في الجيفت الحلوه بتاعت المذر داي بقى؟ تاني حاجه هنقول البروبر ناونز. اول حاجه البروبر ناونز هي مين بقى؟ البيبل. هي مين؟ انت بقى بتقول مي بقى عن الفاميلي بتاعتك. الفادر بتاعك از ايه؟ عبد المنعم. والمذر بتاعتك؟ ماري. يلا كملي. ماي براذر از محمد. ماي سيستر از مريم. يا يبقى مريم، عبد المنعم، محمد، ميرفت. ستارت وز كابيتال ولا سمولر؟ كابيتال. برافو. عشان هما برابر ولا كومن؟ برافو. برافو. برابر ناونز ار نيمز اوف سبيشال ثينجز. يعني الدايز اوف ذا ويك زي ساتردي ساندي، والمانث اوف ذا يير زي جانيوري فبريوري والمذر داي والكريسماس وعيد الفطر وعيد الاضحى. كل دي اسمها names of special things. okay. طب ايه if you have a dog if you have a bat وانت مسميها مثلا انت مسميها العصافير بتاعتك ايه بقى؟ فوفو ميمو. يبقى ميمو وفوفو دول بقى proper ولا common noun؟ proper noun. صح؟ عشان دي النيمز اللي انت قلتيها قلت لهم عليها. طب هنا بقى يلا start to read days of the week. لو هي بقى بريطاني نقولها ايه؟ ساتردي. طب لو هي امريكان اكسنت نقولها ايه؟ ساتردي. يعني ساتر دي مش موجوده، يبقى نقولها ساتردي ساندي ماندي تيوزداي وينزداي ثيرزداي فرايداي جاني. دي المانث اوف ذا يير. ايوه جانيوري فبراير مارش ايه الاي هنا مالها بقى؟ الاي هنا مالها؟ صوتها ايه؟ واو. ليزي ليزي قوي صح؟ ماشي. مي جون جولاي. ايوه. اليو هنا مالها هي كمان؟ واو. ايه ده الفاول مالهم النهارده؟ سب تمبر
October, November, December. Yeah, December. بعد كده proper nouns اللي موجودة في إيه بقى؟ في special places زي your country صح؟ Your country is Egypt, yeah? Yeah. يبقى دي اسمها ايه؟ countries يعني countries كتير. countries اسماء زي امريكا وزي مثلا تشاينا كل دي اسمها countries. اسمها ايه؟ طب countries جواها cities و towns. طب في ايجيبت جواها ايه؟ فيها ايه؟ جيزا كاي وكايرو. ممكن read this Where are you from? Aywa. I am from Egypt. Bravo. Where are you from? I'm from Egypt. Bravo. ليه بقى عشان Egypt مالها بقى؟ Egypt is my. ايه ده؟ فينا او؟ فينا او sound؟ مين بقى صوت مين ده؟ country عمل ايه بقى الاويو؟